السلام عليكم اخباركم ايه منورين دايما معايا بس بيكم في كل وقت وفي كل اوان يا مرحب يا مراحب ويا مني شارك خلاص يا جماعة لقد استقر لدي الزمالك على المدير الفني والجهاز الجديد الذي سيلي ويتولى المسؤولية بعد مستر فريرا اي نعم بعد ما فريرا مشي قعدنا ثلاث اسابيع عشان نوصل للالماني هايكو هيرليتش مدرب الألماني أو ما يطلق عليه صانع الشباب. افتكروا معايا الكلام ده كويس. نادي الزمالك استقر؟ نعم، على اسم المدير الفني؟ نعم، وأنا قلت لكم إن كان في وفد للتعاقد مع الراجل وقد كان، وقلت لكم الوفد يا إما يحيى علي أو محمد زيدان أو 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 أو, أو. لكن أنا قلت لكم الأقرب بالنسبة لي إنه يحيى علي ومحمد زيدان وفي الاغلب الاثنين هم اللي مع الموضوع وورا هذا الجهاز ليه بقول صانع الشباب هو عنده 51 سنه الراجل يعني مش بعيد يعني مش كبير قوي يعني مقبول يعني ادي كارتيرون كده واجب الكارتيرون بسنه ولا حاجه وأدي ادي كارتيرون طيب ده ياخدنا لايه لمنطقيه الشباب مدير الفني النادي الزمالك الجديد الذي سوف يعلن عليه خلال ساعات قليلة قد يكون بعد مباراة المصري أو بكرة الصبح يعني ما أعتقدش أن احنا هنوصل لغاية يوم الجمعة زي ما كان متقال فخلاص الحمد لله تم الاتفاق وأنا قلت لكم هنا أن المدرب الألماني كان معطل الاتفاق عشان عاوز يبدأ من أول الموسم والمحاولات كانت معاه عشان لا مش عاوزين نقعد لاخر اول أخ اخر الموسم تشتغل ابدا من دلوقتي ومفيش اي مشاكل ناحيتك وتفضل دير واختار و وا و وا و ومن هنا صياغه الشباب. الزمالك يبدو ان الخطه الجديده التي تم الاستقرار عليها او التي استقر عليها اثنين اول واحد امير مرتضى استقر على هذه الخطه ومعه احمد حسام ميدو بالمناسبه انا وجهه نظري ان احمد حسام ميدو هو الوحيد اللي كان له دور في الهيئه الفنيه التي ادارت ملف كرد... ملف المدير الفني الجديد يعني لا الكابتن عبد الواحد السعيد لا مش كابتن اسف جمال عبد حميد ولا الكابتن ج... اسماعيل يوسف ولا الكابتن احمد عبد حليم ولا الكابتن طارق يحيى ولا الكابتن خالد الغندور كان ليهم اي دور ولو لمده دقائق على اختيار هذا الرجل. لكن اللي كان ليه دور واقعي وفعلي هو ميدو وبع زيدان خلاص؟ الراجل ده اختياره عشان الشباب، يعني الزمالك الخطه بتاعته اللي اشتغل عليها دلوقتي ان الشباب هم اللي هيطلع. معنى كده ان الزمالك بيفكر في انه يبني فريق من ابناء النادي الخطة القديمة اللي كنت بحكي لكم عليها من افكار امير مرتضى لكن الاجواء منعت الحكاية دي خلاص الدنيا راح فين راح على الزمالك بهذا الرجل الهايكو او آه الالماني هايكو ريليتش هيكون هو المدير الفني زاك بالمجموعة اللي موجودة دي بالاضافة للشباب يعني ايش مدير فني اهم فتراته مع منتخبات الشباب لالمانيا وصناعه نجوم المانيا، المانيا علي فكره مش من الموديل بتاع ان هو فريق منتخب الشباب ياخد كاس العالم، لا هو منتخب شباب يبقى عنده القواعد والتاسيس الصحيح وينفسه خدوا ما خدوش مشكله، مهم يطلع لنا اربعه ثلاثه اربع لعيبه يفيدوا المنتخب الاول. خلاص وهو صنع نجوم يعني ايا يعني كانت بعد شويه تسمع عن اسامي اللي عملها الراجل دوت في المانيا وكونها منتخب بشباب 17 سنه و18 سنه مين اللي كانوا تحت ايده وبقوا نجوم بعد كده في البوندسليجا او في اوروبا يعني هتسمعوا كل التفاصيل دي لكن فكره الشباب ايه هو دي المشكله اللي بتواجه المد... الجهاز ال... او اللعيبه هنا في مصر ان اللعيبه في مصر محتاجه المدير الفني كل يوم الصبح يقول لهم ايه انت محمد افتكر يعني يعني كل يوم يعلمهم نفس اللي علمهم امبارح نفس اللي علمهم امبارح كل يوم يقولهم لهم انت بتقف ازاي في خط الدفاع؟ انت ازاي بتتحرك في الهجوم؟ انت ازاي مش عارف ايه؟ انت ازاي بتستلم؟ انت ازاي كل يوم يقولهم نفس الحكايه يعني هو راجل المفروض يحف... يعمل شريط كده عشان يسمعه للعيبه كل يوم يا محمد انت تقف كده يا احمد انت تعمل كده والتاني يقول نفس يا محمد انت هتقف كده وهو لغايه ما اللاعب يستوعب بعد مثلا تلات اربع شهور كده يبدا يستوعب انه محمد وانه بيقف كده. ففكره انه مدرب شبه يعني جاي يعلم جاي يقول جاي يوضح جاي يشرح جاي يعلم الوقفه والتمريره والم... والتكتيك ويربي تكتيك ويعمل تكتيك اهم حاجه. يا جمهور نادي الزمالك انك تستعوض ربنا في الموسم ده اوعى تحط امل في الموسم انك حتى تقفل تاني اقصى ما تتمناه ان الزمالك خلال الشهر اللي جاي ده يقدر الراجل ده يعمل تماسك عشان مباراة السوبر المصري يوم خمسة خمسة الزمالك ياخد البطولة دي لكن انا مش مقتنع قوي ان ذلك يقدر يكمل وياخد تاني الدوري خلاص ان كنت اتمنى يعني حاجه ما تزعلش. المدير الفني ده اللي جاي يعلم هيبقى جاي يعلم جاي للشباب يعني ممكن نلاقي ايشو ممكن نلاقي ماجد هاني ممكن نلاقي عبدون ممكن نلاقي عبد الله محمد بدأوا يحطوا رجليهم في الفريق مش لازم يبقوا اساسيين. لكن بدأوا يحطوا رجليهم في الفريق، الفريق بيلعب ويشوفوه وبتاع، ومن هنا يجي دور ميدو ويد ميدو وأفكار ميدو، دي الراجل ده أحد أفكار أحمد حسام ميدو، اللي هو مؤمن بلعيبة نادي الزمالك وقطاع الناشئين في نادي الزمالك وصناعة الإيه؟ اللعيبة، في نفس الوقت هيوفر الملايين على الزمالك، بإنك أنت مش محتاج تتعاقد بقى لعيبة كتير الموسم الجديد محتاج بقى لاعب او اتنين محترفين يعوضوا النواقص الفترة اللي جاية دي وافتكروا كلامي المدير الفني الجديد هايكو هيرليتش هيعتمد كتير قوي على ما يطلق عليه فريق الامل او الشباب مواليد 2001 و2003 و2004 في نادي الزمالك وبالمناسبة في جيل يوما ما ستجدون اسمه ساطعا في الزمالك جيل او جيلين جيل 2003 وجيل 2007 تاني جيل 2003 وجيل 2007 افتكروا الجيلين دول كويس قوي كل اللي بيمشي ويمر على نادي الزمالك عارف ان الجيلين دول هم اللي هيكون ليهم الايه الاولويه ومن ثم دي افكار احمد حسام ميدو بما فيهم محمد عبد المنصف اللي عبد المنصف يكون متواجد كمدرب حراس مرمى هو أخذ التجربه مع عبد المنصف في الاسماعيلي وشايف ان عبد المنصف مدرب حراس جيد ومؤمن بيه واقنع بيه نادي الزمالك واقنع بيه امير مرتضى ومن ثم المستشار مرتضى منصور ليكون متواجد اوسا محمد عبد المنصف اوسا يكون متواجد ويعود لنادي الزمالك الذي كاد ان يكون لحظه اعتزاله كره القدم الموسم اللي فات كان في مباراه بين الزمالك والاتحاد السكندري والاحتفاء والاحتفال كان كبير جدا بمحمد من لعيبه نادي الزمالك ومن جمهور نادي الزمالك ومن ثم فكره ان في جهاز زملكاوي كامل متكامل صحيح في اثنين منهم احمد مجدي كان بدا حياته في الاهلي وحسين ياسر محمدي لعب في الاهلي لكن هم يعني محترفين وبالمناسبه الاثنين عندهم جوده فنيه كويسه جدا واخدين شهادات عليا في كره القدم من اوروبا ودي حاجة كويسة أحمد مجدي بيشتغل روحه كويس قوي وحسين ياسر محمدي وهيبقى معاهم طبعا محمد عبد المنصف هيكون مدرب حراس مرمى مع الراجل اللي جاي بمدرب ومحل الأداء ومدرب أحمد فالتشكيل بالتالي كده الهيرليتش ومدرب عام الماني ومحلل اداء الماني ومدرب احمال الماني ادي اربع حاجات ومدرب حراس مرمى محمد عبد المنصف واثنين مساعدين للراجل محمد احمد مجدي وحسين ياسر المحمدي وعبد الواحد السيد زي ما قلت لكم امبارح انه بدا مهامه بالفعل كمدير للكره لكن من الحاجات الملاحظات يعني اللطيفه جدا اللي انا حبيبها انه عوده وحيد واوسه، انتوا عارفين السيد معروف بوحيد. الاسم بتا... النكنيم بتاعه يعني او الدلع او ال... كل الناس بتناديه بيه وحيد. عبد الواحد السيد معروف بوحيد، ومحمد عبد المنصف معروف بقوسة والاثنين كانوا حراس اساسيين لنادي الزمالك لفتره طويله، صحيح الفتره دي كان فيها ازمات اداريه شديده جدا جدا، لكن الاتنين كانوا على قد القيمة بتاعت نادي الزمالك وكانوا شخصيات قوية جدا ومن أهم الحراس اللي مروا على الزمالك حتى ولو كانت الفترة دي كان فيها نتائج يعني تاريخية ومؤسفة لكن الاثنين الأمانة شخصيات قوية جدا يقدروا يقوموا بالدور كويس قوي ومحبين لنادي الزمالك عب واحد السيد أو وحيد يعني محب محب يعني وعبد المنصف أوسى نفس الشيء فالجهاز ده هل انت متفائل بيه؟ هقدر اقول لكم بعد ثلاث اربع مباريات. اقدر اكون انا متفائل بهذا الجهاز ولا لا؟ لكن مبروك لجمهور الزمالك ان في مدير فني جديد صانع شباب هيكون موجود ومعاهم آه وحيد آه واوسه يعودوا مره اخرى لنادي الزمالك بعد ما كانوا الاثنين حراس مرمى رجعوا بقى واحد مدير حراس مرمى وواحد مدير للكوره و لا تنسوا ان افكار احمد حسام ميدو هي التي بنت هذا الجهاز اشوفكم علي خير في اللي جاي ودايما دايما مع بعض سلام عليكم